أبو يحيى، قائد سرايا أبناء جولان في منطقة اليرموك القسم الغربي، ماذا تقول للإيرانيين ونخبة الحرس الثوري الإيراني الذي دخلت إلى سوريا كي تذبح وتسفك دم أبناء سوريا، ماذا تقول لهم؟ والله ما أتوا إلا لحتفين، والله ستكون سوريا مقبرة لهم ولأعوان الأسد ولحزب الشيطان، فسوريا فيها أسود، أسود جيش الحر الذي لم يقهر، الذي عجزت عنه طائرات الأسد ودبابات الأسد، والله ستكون سوريا مقبرة لهم بإذن الله تعالى.